على من حاول التدخل في الشأن الجزائري. نقول لهم قولوا لهم بأننا شعب لا يذل، لن يحيد عن حب أرض لا تمل، وبأننا الوطن الأبي شبابه ونساؤه تلد الصغير بطل. فمصيرنا ليس خطاب رسالة، إن النبوة في شهيد إذا نزل. هكذا الشعب العظيم فقامته لسنا نعيش كالقطيعين بلا أمل. فينا الجيوش والأطباء مهدها شعب يروب النحل في شهد العسل. فتحية للمخلصين جميعهم وقفنا أن صرح ما